مشاهدينا مشاهدي النيل التعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من ينابيع المعرفه. بنتابع مع حضراتكم حديثنا النهارده عن اداره المخاطر في هيئه السكه الحديد. معانا ومع حضراتكم الحديث حول هذا الموضوع المهندس محمد حسنين، الباحث معهد الدراسات والبحوث البيئيه جامعه اسدان. برحب بحضرتك معانا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. الحقيقه النهارده بنتكلم مع حضرتك عن اداره المخاطر في هيئه السكك الحديديه. نفهم من حضرتك ايه هو معنى مفهوم اداره المخاطر في السكك الحديديه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الاداره العامه للمخاطر في السكه الحديد هي احدى الادارات اللي انشئت من اداره مركزيه للمخاطر والطوارئ والتحقيقات. المخاطر بتشتغل برضو من خلال قطاع السلامه عن طريقين، بنشتغل في ثلاث محاور. المحور الاول الفحص والتفتيش بتاع قطاع السلامه، بينزل يمر كويس ويشوف الهازارد، يشوف الحاجات اللي فيها خطر او الريسك بتاعها ويجيبها لنا، واحنا نبدا نحللها ونشوفها. في حاجه ثانيه، في محور ثاني اللي هو على الحالات الهامه. كل يوم في حالات هامه بتيجي عن طريق الهيئه، بنشوف المشاكل فيها او مؤشرات المخاطر اللي فيها وبنشتغل عليها. في حاجه ثالثه ان احنا بنمر وبننزل نمر ونفتش على بعض المواقع اللي هي فيها زي بعض الوظائف الحرجه للسلامه اللي بيتاثر على السلامه. بعد ما بننزل احنا عندنا بقى اي خطر موجود بناخده وبنشتغل عليه. ازاي؟ بنعمل عليه تحليل مخاطر. في عندنا حضرتك حاجه اسمها مصفوفه المخاطر. مصفوفه المخاطر دي بتحط شده المخاطر ومعدل تكرارها في اوردر كده، مقسمها لخمس اجزاء: حاجات كارثيه، شديده الخطوره، خطر بسيط، وبتتكرر مثلا مره مثلا كل 5 سنين، مره كل سنه، اكتر من مره في السنه كده. وبنبدا نحط ايدينا على الحاجات اللي هتسبب خطر بصوره مباشره، وبنشتغل عليها الاول، ونبدا اللي هو الاقل خطوره نشتغل عليه بعدين، وهكذا. وفي الاخر بعد ما نشتغل احنا بنشوف المشكله ونحط تحليل، بنحللها كويس جدا جدا جدا. بعد كده بقى نعمل ريكومنديشنز، نعمل توصيات، اوصي يا جماعه عشان الموضوع دوت ما يحصلش، 1 2 3 تعملوا كده عشان الخطر ده ما يحصلش تاني. ده ببساطه بس شكل بسيط. طيب الحقيقه عايزين نفهم من حضرتك دلوقتي انتوا بتشتغلوا ازاي في اداره المخاطر اذا يعني لا قدر الله في حاجه حاصله، يعني في حاجه مشكله ظاهره، في مشكله باينه انها لازم يتم علاجها او لازم يعني تدخل اداره معينه لعلاجها. عايزين نعرف التوجيه بيتم ازاي. احنا مثلا عندي مشكله مع على المزلقان برضو، او بلاش المزلقان، خلي المزلقان دلوقتي. احنا عايزين نفهم يعني من حضرتك في مشكله. بلاقي في عندي تكرار الحوادث على المزلقان. مزلقانات دي مشكلة يعني كبيرة. مشكلة يعني بصراحة مشكلة كبيرة، بس متهم الأول دايما يا باشمهندس، بس خارج السكة. المتهم الأول يعني العنصر البشري خارج السكة الحديد. تمام. ناخد مشكلة مثلا زي التجاوز، مثلا السواق بيتجاوز السيمافور. في عدة أسباب للتجاوز، بنشوف الأسباب دي إيه. ممكن السائق نفسه، ممكن يكون خلل في السيمافورات والإشارات، ممكن يكون فني الحركة والبلوك أو فني المزلقان أو مراقب البرج هو اللي حول له خطأ. بنشوف المشكلة، وبعد ما نوصل للمشكلة فعلا، يعني مثلا أنا عندي مثلا اللي غلطان فني الحركة أو السواق، بنعمل ورش عمل. إزاي؟ بنحدد اجتماع ونجيب الناس كلها، الجهات المعنية المسؤولة عن الموضوع، وبنقعد معاهم. يا جماعة الموضوع حصل بشكل متكرر، بيحصل ليه؟ ناس تقول مثلا أنا عندي مشكلة عندي في العمالة، العمالة مش مدربة كويس. نبعت لإدارة التدريب بقطاع السلامة أو إدارة التوظيف والتدريب بالهيئة، وتبدا يا جماعه دربوا الناس. يقول لي ناقص خامات وعدد، نشوف رئيس القطاع ونتكلم معاه، في ناقص خامات وعدد هنا، وتتجاب ازاي ونجيبها لهم ازاي ونساعدهم ازاي عشان توصل لهم. يا جماعه انا عندي العامل البشري برضو عنده في شيء من التوتر، راجل نيرفز على طول، مش عارف ياخد قرار. بناخده ونشوفه ونقعد معاه ونشوف مشكلته ايه ونحاول نحلها له، بنحاول قدر المستطاع نتغلب على المشكله قدر المستطاع. تمام. طيب عايزين نفهم من حضرتك اكتر برضو ايه وظائف يعني في حاجه اسمها الوظائف الحرجه. وظائف حرجه للسلامه. بالظبط. عايزين نعرف ايه كلمه الوظائف الحرجه وازاي تبقى حرجه وتبقى للسلامه، يعني انا عندي ثلاثه وظائف حرجه للسلامه، ثلاثه: قائد قطار ومساعد بتاعه. واحده واحده كده يا باشمهندس. قائد قطار،
والمساعد والمساعد بتاعه. بتاعه يعني السواق والعطاجي زي ما بيقولوا في اللغة الدارجة العطاجي يعني، دي العطاجي هنفهمها يعني من حضرتك، ومين تاني ومين تالت، وبعدين هنفهم كل واحد بقى. والتاني اللي هو فني حركة ومزلق، اللي هو عامل التحويلة اللي بتقول عليه، اللي هو عامل مراقب التحويلة البار المتهم برضو على الأول طول. للدائر، تالت حاجة هاتوا هتقول عامل التحويلة وياخد 6 سنين على وعشر طول. سنين واحنا مش فاهمين الحقيقة برضو يا فعلا باشمهندس الحقيقة يستحق ده ولا لأ، ولا يستحق أكتر يعني ممكن. تمام. تالت والتالت حاجة غفير المزدان، برضو دول المتهم برضو، وزارة هما دول اللي وزارة بيجيبوهم يا الحركة. باشمهندس في دايما في بعديهم أي حد. بقى، في بعديهم هندسة السكة اللي هي السكة نفسها بقى، وبعدهم السكة والإشعاع، هندسة السكة السكة نفسها اللي هي القضبان يعني، قضيب القضبان القطر نفسها مهندس، والتحاويل، هو كل القضبان ده. قضبان ليها مهندس يا باشمهندس ولا لا كل لا هي عندنا نفهم من نظام حضرتك؟ مناطق يعني، كل ما انا بسأل منطقة على كده، مسؤول عنها مهندس باشمهندس معين. القسم ومعاه الفنيين بتوعه وملاحظين الدريشة بكل وعمال منطقة، ما انا الدريسة. بسأل حضرتك، بكل تمام منطقة في قضبان، كل تمام قضبان ليها وكل تمام شريط ليه تمام المسؤولين بعد بتوعه. كده اللي بعديهم الإشارات، اللي هو بقى اللي مسؤول عن السيمافورات، فتح وغلق السيمافورات، السيستم بتاعها. تمام، عامل الاشارات ونسميه. الخمسة دول أخطر حاجة عندي يعني، طيب ثلاثة رئيسيين في منتهى الخطورة وبعدين بقى الكلام الاثنين بتاع التانيين حضرتك ده يا دول. باشمهندس فعلا محمد، وعايزين نفهم واحد واحد بقى. يعني اول واحد، السواق اول الاول، واحد بنجيبه اول واحد بتجيبوه نخش ناخدها ايه، ناخدها من بنجيبهم من اللي احنا بنجيبهم يا طب ناخدها باشمهندس. الاول من العكس، من اعداد الطريق، ان انا مثلا القطر مع عشان حضرتك يجي، ما فيش مشكلة. القطر عشان يجي انا بعد له طريق، بيعدي الطريق الاول، عشان يعدي الطريق دوت عن طريق فني الحركه والبلوك، فني هو اللي الحركة بيفتح والبلوك السيمافورات وهو اللي بيعد طريق يعني. هو ايه بيجهز لي الدنيا حضرتك عشان اقدر عارفه، امشي يا باشمهندس كقطار. الدركسيون بتاع العربيه دي وظيفه فني الحركه والبلوك او احدى وظائف، لا اختار وظيفة ان هو يجيب السواق من يدخله على الوظائف السكه دي او على السكه دي او يمشيه صريح، عشان القضبان مش بتبقى اكتر عشان تحويل. ايوه من اكتر من سكه، اكتر اكتر من من سكة. سكه. ايوه تمام، دي وظيفته الاساسيه او احدى وظائفه. في عشان هو يحول كده لازم الاشارات تكون كويسه، ليه له دور الاشارات، ما ينفعش مثلا اكون فاتح فيهاش عطل يا باشمهندس، ما فيهاش حاجة. ما طبعا لازم تكون ما فيهاش عطل، اكون فاتح مثلا مدي السواق هينزل على سكه زي مثلا زي سكه مخزن او سكه لوكال او اي سكه غير الطوالي، انا بديله نور اصفر واللي قبليه اصفر متقطع عشان احذره يمشي ولازم بتحذير. السواق يكون مع حضرتك مركز ومنتبه تمام، جدا. فالاشارات لازم تكون الاشارات دي صحيحه زي اللي عندي مثلا على اللوحه، لازم تكون صحيحه، مطابقة للي على اللوحة. اللي على الواقع زي اللي على اللوحه، ما ده ينفعش يكون فيها خلل. طالما حضرتك بتقول كده يبقى احيانا بيحصل فيها خلل يا باشمهندس. لا انا ما قلتش احيانا. ما حصلش؟ انا قلت، انا لا ما قلتش. لا ما يحصلش. طيب هما لا اللي لا 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 بيقولوا الموضوع مش كده والله، لا هنفهمها. لا ما احنا عايزين نفهم هو من حضرتك. لا هو غالبا ما بيحصلش حاجه، لا قدر الله ده يعني ما العادي بيحصلش يعني، ده حاجة. العادي ان هو طيب السيستم نفسه ما بيحصلش حاجه. ده اللهم سيستم ونظام محطوط ده والحمد موجود، لله يعني ما فيهوش عطل لا ان ولا شاء الله حاجة. ما فيش حاجه، الا بقى استثناءات بتبقى حاجات بقى خارجه عن خارجه عن الامكانيات، خارجه عن الموضوع، مش ما فيهوش عنصر بشري قوي يعني. لا لا مش، لا ما مش دي. اعتقدش يعني، طيب ده ده قليل بتاع قوي. عامل الاشارات يا ده باشمهندس. سيستم، ده الاشراك. بعد كده بقى الهندسه، فريق السكه دي المهندس بتمشي. والفريق اللي هندسه معاه السكه اللي وكله، بيظبط الاشارات فيها الطريق ده. مهندسين برضه، الاشارات فيها مهندسين. الهندسه السكه اللي هو اللي بيمشي، القضيب اللي بيمشي على القطر، ايوه يا القضيب باشمهندس. دوت في حاجه اسمها عندنا عدم اتزان، يد تريسه، الحاجات دي بتاثر على يعني. انت مثلا وانت راكبه القطر، انت ركبت قطر قبل كده؟ طبعا يا باشمهندس اكل وانت راكبه كده القطر عمل كده مره واحده ساعات مثلا، ساعات يا دي يد باشمهندس. تريسه عمل كده، ده حاجات زي عدم اتزان. والتحاويل نفسها تحس حالك انه زي ما طب كده. مثلا زي ما طبق، ده ايه يا باشمهندس دي بقى؟ مشاكل من الهندسه، عيوب في الهندسه، في اللي هي اللحامات بتاعتها مش محكمه كويس، بيبقى في شغل، بس مش معنى كده ان هو في خلل، لا ما فيش خلل. الحمد لله الرحله بتوصل الحاجات يعني. بنحس والحاجات دي بيها والرحله اصلا في بتوصل. حاجه اسمها عندنا غفير شاكوش، الراجل دوت من لا ما نفهمها دي يا باشمهندس غفير بقى. شاكوش دوت، ده عامل راجل فني مدرب كويس ومتخصص، بيمشي على السكه، بيمشي على السكه كلها، ما زي رايح مثلا جاي على السكه كلها يا زي باشمهندس. من ماسبيرو مثلا لغايه رمسيس، يمشي على السكه دي كلها، دي المنطقه بتاعته، يبص كل عليها. واحد ليه منطقته بقى، غفير شاكوش لكل حته. قطاع قضيب قطاع قضيب، فلانكه فلانكه، مسمار مسمار، بلانجه بلانجه، ويقعد يقرط ويظبط، ولو في مشكله كبيره يخطر ويحجز ده حاجه يدوي كده يا باشمهندس حته يدوي حته. يدوي. بيبص مفيش آلة بعينه يا باشمهندس بعينه. في الخارج، مفيش آلة تراقب الحاجات دي؟ لا دي مش موضوع آلة، لا لا دوت ده انت يعني اصلا بيحصل ممكن في العالم حتى كمان تحصل. برضه ده وبره غفير شاكوش بالإيد. ده موجود، ده موجود بالإيد. موجود. وبعدين كمان موضوع لازم يبص هو بعينه، حضرتك مثلا في الخطوط الميكانيكية ممكن مثلا زي اعمال التخريب اللي بتحصل دلوقتي، واحد يكون ضرب قنبلة مثلا، قضيب اتكسر، هيمشي ازاي القطر؟ مين اللي هيشوفه؟ لا قدر الله ممكن يعمل كارثة ده. غفير الشاكوش ده بقى هو اللي بيشوف اي مشكلة في السكة،
هو اللي بيحاول يحلها. لا قدر معلش الله دي حصل اخته اي انفجار وحاجات من دي يا باشمهندس، لازم غفريش اكوش ده يبقى موجود عشان بيشوفها، يتابع لا هو بيتابع وبيشوف على السكه ده اللي هو بين المحطات. يومي، شغله يومي ده. كل يوم، كل يوم وليه منطقه معينه. فانت لو حضرتك لو اتحسبت على مستوى الهيئه هتلاقي في عامل، عدد من العمال بقى بيلفوا على جميع خطوط السكك في بالعين مصر المجردة كل وبالإيديه يوم كل يوم، كل يوم، عشان ده يأمنوا شغل مش مسلك سهل الهواء. طبعا لا لا يعني. لا لا، السكه الحديد ده بتعمل شغل كويس وبتحاول تأمن وعامله شغل كويس جدا، وربنا يعني يعينها والله. ربنا يعني يلطف يا باشمهندس كمان ويعني إن شاء الله. احنا من الناس اللي يعني بنحتاج الشفقة من الناس، يعني من اللي احنا بنشوفه فعلا يعني، لا والله يا فناس باشمهندس ناس سبحان الله، مظلومة يعني فعلا، وناس شغالة الناس شغالة شغالة يا باشمهندس. ومجتهدة وحقوقها، هي الظلم بيجي امتى؟ لما ما حدش يقدر بس شغلك، لكن الحمد لله الناس شغالة برضه يا باشمهندس الناس والله. شغالة كويس. وبرضه لو كموضوع بقى اللي بيقدر، احنا بعد الثورة المواضيع اتحسنت جدا جدا، مرتبات بقت أحسن أحسن يعني، أحسن بمراحل يعني، والظروف اتحسنت. طب بس هايل يا الناس دي باشمهندس. فعلا بتتعب يعني، واحد زي دوت يعني بيتقي الله في عمله، لو أثر في شيء من القصور بتحصل كارثة، بتحصل كارثة يعني. مش لا فالناس قدر شغالة ويقظة والأمور متحسنة، تمام. بدليل طيب الإحصائيات بقى، شوف كم حادثة بتحصل، الحمد شوف لله يا باشمهندس، احنا مش عايزين النتيجة يعني مبشرة، الحمد لله نتيجة مبشرة والله. تمام. يعني احنا اتكلمنا كده عن عامل الاشارات وعن فريق المهندسين هندسة السكة، والسكة اللي بعدهم بقى يا وفني باشمهندس. بقى، فني الحركة والبلوك، البرج ده اللي بيجيب القطر مراقب بيحوله، البرج. اللي هو بيحول القطر كده بيحوله، وهو برضو اللي بينبه على المزدان، وهو اللي بينبه على المزدان لو ما فيش بوابة إلكترونيك. طيب تمام يا باشمهندس. فالمفروض ما ده بينبه على بنجيبه المزدان. ده على طول يا باشمهندس في اي حادثه. ده هو والله يعني، هما بعضهم يعني الموضوع دوت لازم تحللي حادثة كويس. انا ما اقدرش اقول مين اللي غلطان، مش ومين غير غلطان في اي حادثة بتحصل. الحادثة ديت بنحللها كويس يعني، كدارة مخاطر بنحللها لغاية ما نوصل للأسباب الصحيحة، وبعد بتبقوا كده عارفين نبدأ. كإدارة مخاطر يا طبعا باشمهندس طبعا ايه ده. طبعا، عندنا ناس متخصصة وناس على أعلى مستوى من الكفاءة، ناس بتفهم كويس سكة حديد في جميع القطاعات. عندنا قطاع طويلة وقصيرة وبضايع وبين السين. طويلة دي القطورة اللي هي المكيفة واللي بتمشي مسافات طويلة، القصيرة هي الضواحي بقى، القطورة الصفراء دي اللي بتشوفيها، والبضايع بقى البضايع والبنية الأساسية. طيب عامل البرج زي ما حضرتك بتقول، مراقب البرج ده المفروض ان هو برضو دوره ايه يا باشمهندس بقى؟ دوت اللي هو بيحول القطر، بيحول بيحول القطر في القطر منتهى الخطورة. او يحدد سرعته يعني، تمام عن طريق السيمافور اللي بيفتحه له. السيمافور ده اللي هو الاشاره، النور، تمام تمام عندنا نور فهمت. اخضر واصفر، اخضر مدرب واضح يا باشمهندس متفتح. حضرتك برضو طبعا شايف يعني محتاجين شغل اكتر ولا هم لا كويس؟ والله، الموضوع الاول كان سيء، انا كان سيء. احنا الاول كان بنعترف سيء، اهو، احنا لسه جايين دلوقتي لمعهد وردان يا الاول باشمهندس خدت. وهنفهم برضو اللي بيحصل. والله يعني اما نيجي المعهد ده نتكلم ان شاء الله. تمام الوضع كان سيء جدا الفترات اللي فاتت، انما الفتره القريبه الوضع تحسن جدا طب جدا الحمد جدا لله. يعني، طيب بعد بدليل مراقب الاحصائيات، هات الحمد لله الاحصائيات. الوضع بعيننا احنا يا كويس، باشمهندس اللي والله شايفينه هو في حاجه القنابل ملموسه والكلام يعني، ده يعني حاجه الحمد ملموسه لله الحقيقه الحمد يعني. لله. مراقب البرج يا باشمهندس في دورين لسه، مين اللي عليه اللي الدور؟ هو غفير المزدان، غفير المزلقان احنا قلنا بنجيبه على قلنا طول يا باشمهندس. ولسه ما كانش عن السواق. غفير لسه سواق حضرتك سايبه في الاخر. لسه غفير المزدان دوت يعني بيبقى، بص حضرتك، بص يا باشمهندس برضو فين يا غفير المزلقان، برضو فكرة اليدوي يا باشمهندس هنا لا هقول لك انا، الحقيقة بص يعني حضرتك، كارثية بصراحة. طيب انا راجل، انا دلوقتي انا غفير المزدان وانا لا بقفل يعني البوابه. لا معلش، افهم. لا لا يا فندم، ده شرف لنا كنا غفير ربنا مزدان. يكرمك يا لا والله باشمهندس الوظائف دي حرجه جدا جدا، والناس دي، وبتتعب والله. والله بتتعب جدا جدا، ودورها مؤثر ده جدا احنا جدا لا في والله ده السلامه. احترامنا الكامل لغفير المزلقان، بس بقول لك والله حضرتك يعني يعني ان والله هو ليه دور يعني معين غير مؤثر دور جدا حضرتك. جدا، ممكن دور اهم مني كمان. طبعا، بص حضرتك، هو بيقفل بوابه، جاي يقفلها، عربيه تقوم معديه، مش كده كمان، عربيه جايه بسرعه، استنى ما تعديش، وتقعد يتخانق ويتخانقوا معاه، ويسمع الفاظ يعني بيتعامل يوميا بقى مهجله مع الناس، مهجله، بتشتم كل يوم وبلطجه وسوقيه، وبعد الانفرادات الامن اللي شفناه الفتره اللي وهو فاتت، بيحميه بيقفل عشان القطر جاي. وهو عايز يحميه، بس النفس السلوك ده حاجه بشعه. ده يعني شوفي هو بيتعرض لايه، انما هو في العادي المفروض انا بقفل كده الكل بس يقف. عدم وجوده برضو كارثة يا باشمهندس. لو عدم وجوده ديت، انا يعني مش عايز، انا ما حصلش قدامي، انا رحت مره لقيت غفير، ماليش غفير المزدان، قطر ما فيش البدرشين مره. وكذا قطر يا باشمهندس لا الحقيقة. قطر بدرشين ده حصل فيه كلام كتير، وبعدين الموضوع ده سمعنا كان في حوارات النيابه، كتير. كان في النيابه واتحقق فيه. في اقاويل بقى ان غفير المزلقان ما كانش موجود، وان هو فني الحركه اللي هو ملاحظه بلوك او ما نبهش عليه،
ايوه الكلام ده بيتذكر في برضه. اكتر من كلام يا باشا. فالموضوع في اداره نيابه المخاطر بقى ما حلتش يا باشمهندس لحد النهارده في لا، اكتر من ما شيء بص حضرتك، انا برضو كان عندي فكره صغيره ان انا عايز اعمل تسجيل، انا اسجل التليفون اللي بيحصل، المحادثه اللي بتحصل بين غفير المزلقان وفني الحركه زي والهبوط صندوق او الاسود بتاع الطيارات كده مثلا يقول نبه او ما نبهش. والحته دي ان شاء الله الميكانيكي دوت برضو خلاص تخش كان دي يعني بينتهي، موجودة دي يا قرب باشمهندس ينتهي، يعني. بس قرب ينتهي، قرب ينتهي خالص يعني. تمام فاللي جاي ف... كله كهرباء ان شاء الله، يا رب يا ان شاء باشمهندس الله العمليه الطيارة والله ده نسبه ضئيله جدا ميكانيكي يعني. ده انتوا ابشروا يعني، الوضع يا ان رب شاء الله يا رب يا باشمهندس. هيبقى احسن بكتير. هو كده كويس، هيبقى احسن كمان ان شاء معناه الله كمان ان احنا ان شاء بنخدم الله. الناس وبنحافظ على ارواحهم طبعا اكتر يا طبعا باشمهندس. احنا السواق يا باشمهندس السواق ده دوت بقى والله بقى شوفي، ما ينفعش الحادثة تعدي غير بص ما نجيب فن السواق، الحركه يعني ليه دوت، الغفير بيخرج ملاحظه عم البلوك مزلقان بيخرج؟ ملاحظ بيحصل السواق ده يا عيني بقى الاول، هو فن الحركه والبلوك دوت مثلا السواق مسؤول عن قطار واحد في الرحله، ده القطار ده فيه لو عدد، كمان فيه الحقيقة عدد لو من الناس. موجود كمان السواق لو انا جاي، موجود انا اصلا جاي للسواق، هانم بيتوفى طبعا. طبعا انا جاي للسواق، انما الفن ملاحظ البلوك دوت مسؤول عن اكتر من رحله في اليوم، عشرات الرحلات في طبعا اليوم طبعا واضعاف مضاعفه من اللي هو مسؤول عنهم السائق. بالارواح اللي جوه بقى كمان يا باشمهندس، تمام. يعني مسؤول ولكن عن الاف الارواح كل يوم. طبعا، ولكن السواق هو اول واحد بيتعرض للخطر ايوه ما انا يعني بقول لحضرتك لو فعلا. موجود هو لو هو عايش. بيمشي على اعصابه. انا ركبت جرارات قبل كده، ركبت مع سواقين، ببقى راكب وانا على اعصابي، اخاف الاقي مزلقان مفتوح. غير المزلقان كمان في معابر، في ناس بتعدي كده من حتت فجأة تمشي مش قدام القطر هوب مره واحده تلاقي دبه معديه، حاجه معديه والله في العظيم. الطرق الزراعية يا كتير الحيوانات وكده كتير اهوت كتير. بتعدي من قدام القطر. فالسواق والله ربنا يكون في عونه يعني، انا مشفق عليه، كان في مشفق قطر عليه. يمكن حاجة تفتكر كان في قطر ده برضو بتاع كده العياط بتاع ده، العياط شوف، عشان عدت دبه الدابة عشان وقفت وهو بيقف عليها وحصلت مشكله وفي البحيرة بس برضو يا كان في حاجات باشمهندس تانية الحقيقة كمان. القطر خرج عن الشريط وحاجات كده كانت الحاجات دي بس قديمه شويه يعني. حاجات قديمة بس ما احنا بنتخيل برضو الحقيقة انه يعني فعلا بيبقى فيه هنا خلل كبير جدا برضو في طبعا العنصر، طبعا يعني طبعا، احيانا كتيرة بتبقى في العنصر ووارد البشري الحقيقة وارد انه يحصل. حقيقة. طيب هنيجي لمعهد وردان بقى يا باشمهندس. اولا حاجة تعرفنا برضو الناس برضو يعني ما تبقاش عارفة ايه المعهد ده، عايزين نعرفه من حضرتك اكتر وان شاء الله هو في سبيله باذن الله ان هو يقدم خدمات تانية كتيرة جدا الفترة الجاية. كان ايه ووقف ورجع تاني يعمل ايه؟ تمام. هو معهد وردان الاول، اول خالص كان انشئ في الثمانينات، في بداية الثمانينات صحيح. كان بيجيله بعثات من سوريا ومن ليبيا، وهو مساحته حوالي 150 فدان، ما شاء الله يعني مساحة مساحة كبيرة يعني جدا جدا تخرج جدا أجيال من جدا. الناس المتخصصة بس كده قعد في الحدود دي. فترة حصل دروب كده، معهد وردان دوت بقى يعني طالته يد الإهمال، بقى فيه إهمال شوية الفترة الأخيرة بقى والله. في أنا راجل أذكره بكل خير، هو وقفل فترة كبيرة يا باشمهندس. مش قفل، لا ما قفلش خالص، ما قفلش قفل يعني قفل شكل يعني شكلا هو ايوه مفتوح لكن ما ما فيهوش بيخرجش تدريب، ما ناس ما فيهوش فيش تدريب تدريب او ما فيش قليل حاجة. جدا جدا ومش بنفس الكفاءه اللي بتحصل دلوقتي. وكان بينتج بس تقريبا يا باشمهندس حاجات مش كان كده؟ لا بالفتره برضو قليل الانتاج، كان قليل برضو، يعني كان بيشتغل في الانتاج كان بيشتغل احيانا. اه تمام احيانا. كان تمام في برضو، كان في كان بيتعاون بقى عامل مع المصانع الحربيه وحاجات زي كده. لا بيتعاون مع موضوع اللي هو الشباب الخريجين اللي هو المدارس حاجه زي كده يعني. وبرضو طيب ما عادش تمام فتره كبيره. وكل ده كان الحقيقه بدا ايه يعني يقل تماما يا باشمهندس، مش هنقول وقف تمام بس كان قل خالص. حصل رجع بقى الحمد لله ما في شاء الله في تمام طفره حصل. خالص خالص. انا فالمعهد فاهمه دلوقتي بقى حصل تطوير للمعهد، الناس اللي قايمه عليه والله انا الدكتور محمد اذكره بكل خير، الدكتور محمد حسين دوت ده مدير هيئه للتوظيف والتدريب. رائع. ده رائع جدا. يا ومعاه دوره مهندس ايه بقى يا باشمهندس دوت وهو محمد؟ المهندس اشرف، الناس ديت عامله شغل فوق الوصف. انا والله انا مش عارف ينفع اتكلم ولا ما ينفعش. بالعكس يا باشمهندس الناس ديت ما احنا عايزين والله نفهم من حضرتك اهو، صدق مش عايزين تفهم. انا ادعوكم لزياره معهد وردان، يا ريت احنا والله تشوفوا مع الوضع حضرتك اللي يا ريت حصل. نيجي مع حضرتك، كان بنشوف مع تمام حضرتك وخارجين كده يهمنا جدا. الحقيقه نشوف ناخدها الشباب كده بتعمل سنه ايه. سنه من اول الاقامه والمعيشه. ماشي. الغرف دي الاول غرف كانت عاديه جدا جدا إقامة ومعيشة ما لمين فيهاش بقى؟ كمان للناس اللي بتتدرب؟ للمتدربين. انا يقعدهم بتكلم على يعيشهم المتدربين. معاهم. في اقامه كامله هناك، اقامه كامله. حضرتك تقعدي هناك الاول مكان الاوضه او الغرفه اللي بينزل فيها الافراد شخص المدرب المتدربين، اللي هو هيطلع ايه بقى كمان يا باشمهندس فهمني. دول بقى الناس اللي هم ايه متعينين جديد، بيروحوا بياخدوا دورات، ينزلوا بقى ياخدوا يعني ياخدوا تدريب كافي عشان ينزلوا يواجهوا بقى الحياه العمليه بياكل ويشرب ويتعلم او يتعلم ويتدرب او جوه يدرس. المكان. طبعا.
وفي دورات تذكيريه، انا في دورات تذكيريه مثلا كل 6 شهور للناس اللي متعينه وبنجدد، سواق، غفير، مزلقان، ميكانيكي، حاجه جديده دخلت جميع في الهيئه كده، الطوائف على مستوى الهيئه. تمام. التدريب اللي بياخدوه شكله ايه يا باشمهندس عشان يخرج ايه بقى؟ هو عشان يخرج في وظيفته، الوظيفه اللي تطلع هو مثلا كذا او كذا، او يطلع خليك فاهم. مثلا يطلع سواق، يطلع ملاحظ بلوك، يطلع غفير مزلقان، ميكانيكي، يبقى مساعد صنايعي، يطلع صنايعي، كهربائي، براد، نجار، كل الحرف والمهن اللي موجوده في الهيئه. رائع يا باشمهندس. ماشي، ده بالاضافه فنيه، المهن الفنيه كلها. الفنيه ده بالاضافه كمان ان هو كمان دلوقتي بقى في معهد، في معامل كمبيوتر، كمبيوتر على احدث مستوى، في 3 معامل حضرتك، وفي الاخر المعمل الاخير في شبكات متصله على الانترنت على العالم كله، حاجه فعلا فوق الوصف. عشان يقدر الشباب دوت يطلع برضو ايه اللي بيحصل والتواصل، يبقى في تواصل في المجال بتاعك يا دكتور في دورات، في باشمهندس اللي هو كورسات. اللي سلك الحديد. والله في دورات وكورسات قايمين عليها على ما اذكر، يعني المهندس عبد الله، المهندس طه، عاملين شغل كويس جدا جدا في الكمبيوتر، كويس جدا جدا والله، حاجه فوق الوصف، وبيدربوا في المعهد وبيحققوا نتائج مذهله كمان. طب احنا سمعنا حاجه عندكم اسمها المحاكيات تقريبا. المحاكيات، اللي هي ايه بقى يا باشمهندس؟ اللي هو السيموليشن دوت، ده دي محاكيات. المحاكاه عامه ده علم، يعني نفهمه ايه برضه. في علم دخل حديثا، اللي هو ان انا بحاكي الظروف الطبيعيه، بجيبها في مكان معين، جميل، اخلي الناس تشتغل اكنه بالظبط. في احنا الظروف دلوقتي دي عندنا واحد، اتنين، عندنا زي اربع مثلا يعني محاكيات، اذا جاز التعبير، يعني القوات المسلحه بتعمل مناورات كده بحريه ومناورات، عشان وليكن ايه؟ عشان يدربوا في المناورات. انتوا تمام، بتدربوا بقى نوع من تعملوا التدريب، حاجات برضه. ممكن نقول نوع من التدريب. ماشي، بجيب الحاجه، بنقل الجرار اللي موجود على السكه وبيسوق، والقطر ماشي ماشي بيه، بالظبط، هو بجيبه بالظبط عندي جرار في فعلا معهد ورديه. موجود، وعندي الطريق اللي بيمشي فيه، وعندي السيمافورات اللي بتفتح وبتقفل، وعندي العوارض بتاعته، وعندي المشاكل بتاعته، كويس جدا جدا يعني. فالمحاكيات دي، وبعدين كل انواع الجرارات، لو كان الجي اي والاي ام دي والهنشيل والكندي، حاجات على اعلى مستوى والله. انا لما رحت المعهد لقيت حاجات في طفره، طفره ان شاء الله فوق نكون الوصف معاك والله قريب يا والله. انا باشمهندس ادعوكم ونشوف الحاجات دي لزياره، طبعا والله. ولا يا ريت. تيجوا تشوفوا الوضع. الاعاشه كمان بقول لحضرتك، الغرف لسه ما كملتهاش. الغرف الاول كانت حالتها يرثى لها، يعني حاجه تعبانه جدا، ما فيش مراوح، ما فيش حاجه. دلوقتي الغرف كلها تكييف، فيها مكيفة. تكييفات مكيفه. المطعم نفسه كان الاول حاجه بسيطة بكل بسيطه صراحة. بسيطه، دلوقتي حاجه فوق الوصف والله، حاجه يعني. انا كان في استشاري من الاكاديميه البحريه، يعني قال لي فعلا احنا كده زي الاكاديميه البحريه اللي في اسكندريه، مستوى ما عالي شاء جدا. الله يا باشمهندس. عالي جدا جدا والله. وانت معايش الشخص اللي جاي عندك ده بشكل بظروف انسانيه كويسه، بتحترم ادميته وبتحترم وجوده معاك وبتدربه وبتديله علم، يبقى هو ده مش هيبقى، عايز ايه مش بقى؟ هيطلع منتج ليه؟ وبعدين ده حقه عليا، طبعا انا باهله طبعا، باهله هو ده ابسط حقوقه تمام. يعني. الاكل كويس جدا جدا جدا، 3 وجبات كمان. الترفيه كمان، احنا في سينما في المعهد، في عشان صاله طبعا مغطاه، في حمام سباحه، في ملاعب، لا والله يا باشمهندس، في هتخلي كل الناس تيجي كل تنضم حاجه، ليكوا. في سله، في هو انتوا طايره، فاتحين في المجال قدم. دلوقتي يا باشمهندس، فيمكن بعض والله الشباب الشباب هيحتاج يتوظف والله، يجي والله عندكم. العظيم دي حاجه عظيمه جدا. المعهد طيب فعلا الوضع اتغير طيب خالص، بقى حاجه احسن بكتير. صحيح. طب هل والمحاكيات انتوا دي فعلا محتاجين وظائف يا باشمهندس؟ يعني محتاجين ولا عندكم العدد الهيئه الكافي كانت دلوقتي؟ محتاجه، كانت محتاجه فعلا. الوظائف الحرجه، السواقين بالظبط، الوظائف الحرجه. ايوه، كان والغفير عايز المزلقان تركيز وفن وعايزه البلوك. بنيه كويسه وعايزه وفعلا الناس دي اتعينت، مستوى تعليمي كويس. وبتتدرب دلوقتي، وفي ناس اتعينت اليومين دول فعلا، لغايه امبارح واول، واليومين بيقدموا كمان الورق بتاعهم، نجحوا في المسابقات، بيقدموا يعني الورق نتمنى يا عشان يروح باشمهندس. معهد وردان يتدربوا. وبعدين الهيئه كمان بقت في طفره، الاول كان غفير مزلقان، ملاحظ بلوك، عطاشجي، كانت ناس مش متعلمه. بكل صراحة كده يا في باشمهندس. الاول، في فتره، من فترة لما من كانوا فتره في الاول دلوقتي خالص، مستوى التعليم ايه دلوقتي بقى؟ دبلوم. وبعدين بعد كده بقت دبلومات فنيه، اللي هو 3 سنين. دلوقتي في المسابقه الاخيره بقى التركيز كله على الدبلومات اللي هي 5 سنوات، اللي هو رائع. المؤهل فوق المتوسط. فاحنا ده فكر لازم جديد، تخصص ميكانيكا وكده يا باشمهندس كل ولا مش شرط؟ التخصصات، كل لا كل كل تخصص. التخصصات، وبناخدهم عندنا، كل واحد في الشغل اللي احنا بنحتاجه فيه، وبنأهله كويس جدا، عشان هو وبندرب كويس بيتأهل جدا كده كده. جدا. وقبل ما ينزل بنتأكد بقى، بنعمل اختبارات كويسة جدا جدا، قدرات واختبارات شخصية، عشان نشوف هو هينفع ولا ما ينفعش. وبفضل الله بينفع، بفضل الله بينفع. وبندربه مرة و2 و3 لغاية ما الموضوع كويس جدا جدا جدا، وناخده بقى على سوق العمل زي ما بيقولوا، وننزل بيه بقى على الوضع الطبيعي. فهو أصلا كان عايش فيه،
فمش هصطدم، الوضع بالنسبه له بقى سهل. وبعدين بننزل كمان الفنيين بينزلوا شهر العملي وشهر نظري في المعهد، بدلهم شهر وشهر، بيقعدوا 6 شهور، ولو ال6 شهور مش كافيه بيقعدوا 6 شهور كمان. احنا محتاجينهم جدا جدا جدا، بس ما نستعجلش عليهم، يتعلموا كويس جدا جدا يتعلموا كويس يعني. ويفهموا وينزل يطبق، صحيح وبنتابعهم صحيح. بنتابعهم لغايه ما يقف على رجليهم ويبقى كويس. كل توفيق يا باشمهندس، كانت الجهود الحي بالشكل ده شيء رائع وشيء مبشر، ويعني حضرتك شهادتك من داخل المكان ومن واقع المكان، مع اني ونتمنى بجد ان والله احنا نشوف انا مش من ده احد على ارض افراد الواقع. المعهد ولا بالعكس في توظيف والتدريب. بالعكس، احنا هنكون معاك والله يا باشمهندس ان شاء الله في زياره والله قريبه، وهنوري للساده المشاهدين ده بجد على ارض الواقع ان شاء الله. يعني نتمنى بجد يكون لنا زياره قريبه جدا المعهد ونشوف ده. انا طب يمكن اتمنى. وقتنا قرب ينتهي مع حضرتك يا باشمهندس محمد، واحنا بنتكلم على اداره المخاطر، يعني تعرفنا على الوظائف الحرجة وتعرفنا على الشغل اللي بيحصل دلوقتي، ايه اللي تتمنى حضرتك تشوفه في، يعني طالما معهد وردان بيخرج الناس بالشكل التأهيل والتدريب ده في الوظائف الحرجة دي، تتمنى بقى تشوفها ازاي في الفترة الجاية بما ان والله احنا عندنا المجموعة كده خارجة بالشكل ده؟ تمام. انا ان شاء الله اللي جاي، قلت لحضرتك في الاول خالص، اللي جاي ده احسن احسن بكتير خالص. انما انا عايز اوجه رساله كده، رساله صغيره للناس براحتك خالص، اللي معانا طالعه، الوقت يا باشمهندس. اللي طالعه من المعهد، الناس طالعه من المعهد، بنقول لهم يا جماعه انتوا وظائف حرجه، وظائف حرجه للسلامه. احنا جبنا الناس المتعلمه، الناس المثقفه، عشان يعملوا طفره، طفره للهيئه، صحيح عشان احنا في عهد التطوير والتحديث. فانتوا بيكو هنطور الهيئه، وبيكو هنوصل لمستوى اعلى. انزلوا السوق، انزلوا عندنا في السكه الحديد على ارض الواقع بعد ما تفهموا وتتعلموا، وخدوا خبرات الناس اللي كانت موجوده. الناس اللي موجوده دي ناس خبره، يعني اهل خبره، ناس كويسه جدا صحيح. جدا. الشخص اللي اشتغل في ارض الواقع سواق، تمام. نائب، برج، اي الخبره دي، وظيفه، خبرته تمام، العمليه كبيره. دي مش في الكتب، ايوه خبره مش بالظبط في الكتب. بالظبط، مش هتتعلمها في احنا دوره بنديكوا اللي في تدريبيه. الكتب، وبنحاول نديكوا اللي مش في الكتب، ولكن بعض الخبرات دي لازم تاخدوها من الواقع، ارض الواقع. خصوصا من الناس القدام اللي هم صح القدامى. الناس صحيح ديت انتوا خليكم معاها كويسه، علاقاتكم معاهم كويسه، وافهموا منهم، وهم مش هيبخلوا عليكم. فكر وانتوا الشباب الحقيقه يا باشمهندس ان احنا عندنا الخبره وعندنا التكنولوجيا وعندنا العلم الحقيقه جميل، بس عند الشخص الكبير في السن الموجود في وظيفه ما، وخاصه الوظائف الفنيه اللي هي موجوده طبعا في في ارض الواقع حاجات دي، لازم خبرة حضرتك توجه الرساله دي. ما لازم، نفرحش ابدا بالعلم اللي احنا لا لا واخدينه لا، بس والتكنولوجيا اللي احنا ده واخدينها. لازم يبقى في لينك بين الخبرة والعلم، مفيش كلام. لازم صحيح يبقى، لازم الخبرة ديت بتيجي من الناس القدام، الناس الكويسة. واقول للناس القدام اللي موجودين برضو، ما تبخلوش، ده علم ربنا اداهولكم، ما تبخلوش على الناس الجداده، على الناس الجداد، علموهم كويس جدا جدا جدا، عشان كلنا هنتسأل، وانتوا مسؤولين على العلم دوت. فانتوا زي ما انتوا اتعلمتوا، علموا الناس، ما تبخلوش عليهم. صحيح يا باشمهندس، نتمنى بجد ان تكون رساله حضرتك وصلت ان شاء الله، والله انا اتمنى، والله ان شاء الله. والحقيقه يعني تطمح تشوف الهيئه ازاي ان شاء الله. يعني نقدر نقول يا باشمهندس خلال 5 سنين 10 سنين اقل. والله انا نفسي اشوف هيئه السكه الحديد ديت، واحد اتنين تلاته كده يا باشمهندس. هي تاني دوله على مستوى العالم، دخلت السكه الحديد، واول دوله في الشرق الاوسط. صحيح. اتمنى تكون اول دوله في العالم، اتمنى السكه الحديد تكون اول دوله في العالم، من حيث اقل عدد حوادث، احسن كفاءه، احسن امكانيات، احسن راحه للجمهور. اخلي الراكب يستمتع وهو راكب السكه الحديد، وهو راكب قطار السكه الحديد. انا عندي حاجات كتيره جدا جدا كويسه عايز احافظ عليها. الهيئه دي ان شاء الله بامر الله، بالكوادر اللي موجوده وبيد ابنائها والخبرات اللي موجوده، هنوصل ان شاء الله مع قليل قليل من الصبر واتقان العمل، وان نتقي الله، ربنا ان شاء الله يعيننا، وهنكون في صف من الصفوه، هنكون في الصفوف المتقدمه، في الصفوف الاولى في السكه الحديد، وفي السلام ان شاء الله. صحيح. ربنا يكرمك يا باشمهندس، والحقيقه يعني حاسين اولا بالروح الطيبه في كلام حضرتك جدا، والثقه في الله سبحانه وتعالى، والثقه في انه الناس بتشتغل الحقيقه في الهيئه وحابه انها والله تعمل يا حاجه فندم، باذن الله. انا وغيري اللي شغال في السكه، انا بقالي اكتر من 25 سنه، اكتر من ربنا 25 يوفقك سنه يا في السكه باشمهندس، الحديد. انا ربنا يوفقك. اعشق تراب السكه الحديد، جميل يا باشمهندس اعشقه والله، بجد انا الحقيقه. وغيري وزمايلي برضو صحيح، يعني. الانتماء لمكان العمل ده شيء رائع الحقيقه، طبعا وربنا طبعا يوفقك، وحب مكان العمل ده وانك تديله، يعني الحقيقه مش هيبقى محتاج كده لانك حابب المكان وحابب العمل اللي انت تمام، بتعمله، هو كده ودي نعمه من المفروض عند ربنا الحقيقه يا سبحانه باشمهندس. وتعالى. بسعادتي يعني بتبقى مش حب موجوده ما عند ربنا. تعمل، لتعمل ما تحب، يعني صحيح الواحد لازم يحب شغله. صحيح
صحيح، وخاصة كده إذا كان مرتبط بأرواح الناس يا باشمهندس الحقيقة، طبعا دي أمانة كمان، بيروح دي أمانة يعني. صحيح صحيح، آلاف الناس كل يوم على خطوط السكك الموضوع الحديد مش يعني. موضوع جيزة وفلوس، أنت هتروح من ربنا فين؟ صحيح ربنا، وهتسأل صحيح. طبعا كل الشكر لحضرتك باشمهندس محمد أشكرك حسنين، الباحث معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق ولكل أشكرك يا جهودكم إن شاء فندم، الله في الهيئة أشكرك بإذن يا الله فندم، التوفيق والنجاح. شكرا شكرا. نشكركم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة ويا نبيع المعرفة.